اتفضل يا اسامة. ايه ده يا مهدي؟ ده برواز فيه صورة ماما. ماما حبيبتي ولازمته ايه؟ ليش وتفتكر؟ بس ده عدى كام شهر على الثانوية بتاعت ماما. النهارده عيد ميلادها يا اسامة. اخس عليا، غلبتيني يا مهدي، ازاي انسى يوم زي ده؟ بشرة خير. اهو انا بقى هفضل طول اليوم اقنب نفسي، قد ايه انت بتحرجيني بذوقك وادبك واخلاقك، بس مش عارفه لحد امتى. لحد ما تحس الحاجات دي مش بينا يا اسامه. بس انا هموت واعرف جبت الصوره دي منين. سيبني بقى انا اقول لك، ماهر مش معاها نسخه من مفاتيح شقتك؟ اخذت نسخه المفاتيح وطلعت على شقتك، فتحت باب الشقه لقت صوره ماما حبيبتك، قامت سرقاها. اخذتها بقى عملت لها فوتوشوب سكاني وجابت لها برواز بقى ب200 جنيه عشان تديها لك هديه في عيد ميلادها. طلعت وحشة حرامية كخة. يعني انت عايزة توريني ان انت فاكرة عيد ميلاد ماما وانا لأ؟ خلاص ارتحتي لما عرفتي ان انا مش فاكر؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا كنت فاكرة انك فاكر. نسيب سهى عليا جل من لا يسكت. مبسوطة كده يا اختي؟ ايه الفكرة الشنيعة دي؟ هو انا وحشة قوي كده يا اسامة؟ انا لو عملت كده ابقى مريضة فعلا. طب الف سلام عليك يا اختي، بس انا بصراحة وصلت لحد هنا. جاني الواد ده على الصبح. لا اول مره اشوفه بطريقه دي. يا اسامه مالك؟ ما عندكش مرايه في بيتكم تشوف بوزك اللي مقتول شبرين ده؟ استاذ كمال مش عايز هزار، انا عاوز اتنقل. تتنقل تروح فين؟ اي مكتب تاني في المركز. وليه ده كله؟ انا تعبت يا استاذ كمال، زهقت بقى لي 6 سنين هنا نفس الوشوش نفس الاشكال، خلاص مليت، من حقي بقى اغير. يا ابني انت فاكر نفسك بتنزل تتفسح كل يوم الصبح تقعد لي في كل جنينه شويه؟ شغل الحكومه ده زي مراتك، تزهق تمل براحتك، مش هتغير. بس انا مش متجوز يا استاذ كمال، والمكتب ده ما اتكتبش عليا ولا الشغلانه اللي انا بشتغلها. طب اهدى بس، قول لي انت فكرت كويس في القرار اللي هتاخده ده؟ ايوه فكرت، ولسه واخد القرار ده دلوقتي حالا، وما لحقتش اكتب طلب لحضرتك. ما انت بتقعد تفكر وتعصر في مخك والاخر تاخد قرارات مهببه. عايز انفذ لك قرار لسه مفكر فيه 5 دقايق. خلاص يا استاذ كمال، انا هكتب الطلب واسيبه بكره في مكتب حضرتك. طب بس عايز اسالك سؤال، حد في المكتب من زمايلك زعلك؟ مها تحديدا عملت اي تصرف يضايقك؟ قول لي بس. مها؟ مها؟ مها تاني؟ هي مها يا دي المصيبه. جاي اقول لكم ان انا احتمال النهارده يبقى اخر يوم ليا في المكتب. انا طلبت نقل. ايه؟ ما تزعلوش مني، انا بصراحه اتخنقت، عايز اغير الناس، عايز اغير الوشوش، عايز اغير حياتي كلها. الله، هو الواد ده ايه اللي جرى رفرفوه على الصبح؟ والله ما اعرف يا استاذ كمال. ايه اللي حصل في مكتبكم خلاه يجي لي زي التور الهايج اللي حد غاظه بملايه حمرا؟ ابدا، انا جبت له برواز فيها صوره مامته عشان عيد ميلادها. هو انت فاكره عيد ميلاد مامته يا ما؟ هي ابتدت كده، هو انا يوم ما اجيب له هديه يقوم يطلب نقله؟ اقدر اقول لك دلوقتي الف الف مبروك يا ما، اخيرا الولد حس بيك عشان كده هرب. يعني بعد 10 سنين يوم ما يحس بيا يقوم يهرب؟ ايوه، ما هو طلب نقله عشان يبعد عنك فيحس انه محتاج لك فيرجع لك جري. والله يا استاذ كمال انا خلاص ما بقتش واثقه في اي حاجه. اسمعي يا فندم القصيده ديت. اتانا الربيع الثلج يختال ضاحك. كفايه يا علي، افتح ايدك افتح ايدك يا ولد. خدك وعلي يا كمان افتح ايدك. يا فندم دي حاجه كده لزوم اللغه الفصحى، تشريف حضرتك يا فندم. وليه بالفصحى يا علي؟ ليه؟ حرام عليك. هكمل يا فندم. ومن الحسن يا حبيبتي ان تكون. كفايه، زمان ابو تمام بيتشقلب دلوقتي في تربته. الله، وابو تمام دخله ايه بالموضوع ده يا فندم؟ هو اللي كاتب القصيده اللي انت مش عارف تقولها دي يا جاهل يا امي. وايه اللي هيزعله يعني لما اقول اول القصيده يعني؟ ما هي دي اللي بيقولوا عليها اول القصيده كفر والعيوذ بالله.
تسمع عن مسبحة الأشجار؟ سمعت يا فندم وكنت حزين جدا على الأشجار. أهو اللي أنت عملته ده بيسموه مسبحة الكلمات. أنت شلفت القصيدة شلفيت شلفيت. صدقيني يا فندم أنا ما دبحتش ولا كلمة ولا جيت ناحيتها خالص. التشكيل يا علي، الفتحة الكسرة الضمة السكون وعلامات الإدغام. يا فندم والكلام ده كله إيه دخله باللي أنا بقوله يعني؟ شوف يا علي يا ابني، لما تقول آتانا الربيع، آتانا ده يعني إيه؟ يعني جانا. الله، فتح الله عليك يا ابني، يعني دلوقتي الربيع عمل إيه؟ ما قلنا جانا. مش قصدي يا غبي، قصدي فعل المجيء، من الذي قام به؟ الربيع. إذن الربيع هو فاعل، والفاعل مرفوع بالضمة، تبقى تتقال كده آتانا الربيع، آتانا الربيع. قول ورايا يا ابني، آتانا الربيع. آتانا الربيع. هايل. آتانا الربيع. شاطر. ربيع وربيع، المهم إن بيجي وخلاص، والناس بتتفسح بقى في الربيع وكده يعني. خلاص يا ابني، روح هاتلي فنجان قهوة. اسمها قهوة، قهوة. إذن آتني بفنجاني قهوة واعرف ما تحتها خط. ده ظلم ظلم ظلم. صباح الخير يا عبير. انت عايزه تعلمي علي يعرف باللغه العربيه؟ ده انت تخسي فيها 100 كيلو. وانت جيت في جمل يا سيدي، ما انا فعلا خسيت 7 كيلو في شهر من غباوه العيال اللي انا بدرس لهم. نازلين تكسير في قواعد اللغه العربيه. لا، اللغه العربيه، اللغه العربيه. خلاص بقى انا عارفه. بس والله انا مستغرب يعني، واحده خريجه الاي او سي مالها هي بالعربي؟ انت تعلمينا انجليزي فرنساوي، اشمعنى العربي يعني؟ بحبه يا أسامة، بحبه. العربي؟ أيوة بحبه وبغير عليه، والغيرة هي توأم الحب. وإيه اللي خلاكي تحبيه أساساً؟ أنت تعرفيه منين؟ شوف يا أستاذ أسامة، أنا العربي بتاعي كان تعبان ملة. اعرف ملة؟ معرفش. افتح إيدك خد لك خرزانة. المهم ما كنتش أعرف أي حاجة في العربي، والعربي بتاعي كان مدهوي الأنيل من الواد اللي اسمه علي ده، إلى أن دخلت الجامعة الأمريكية. أي نعم، كان عندي أستاذ دكتور مستشرق ألماني إنجليزي اسمه هير شميت، هو اللي خلاني أحب العربي وموت في غرامه. الله يا أسامة، ثراء أي لغة بيكمن في مفرداتها، شعرها، أدبها، نثرها، إلخي إلخي. واللغة العربية لغة غنية تضرب أي لغة تانية على حنطور عينها. يا سلام، حنطور عينها؟ وحنطور عينها دي لغة عربية؟ معلش لمؤاخذة، ده تأثير البيئة اللي أنا نشأت وتربيت فيها. بس أنا بجد حزينة من أعماق قلبي. وحزينة ليه إن شاء الله؟ اللغة العربية يا أسامة بتموت، بتضيع قدام عينينا. تخيل يا أسامة، الأمة العربية كلها اللغة العربية بتاعتها بتموت، ودي لا أمازيغي ولا سواحيلي، ده العربي يا عالم، العربي أهو. بشوي شوي يا عبير، وطي صوتك، الناس ما يعرفوش احنا بنتكلم في ايه. طيرانة يا أسامة، بحب العربي، ولو جربت تحب حاجة أكيد هتغير عليها جدا. المشكلة إن العربي قيمته من قيمة الناس اللي بتتكلمه. تخيل الصين لما بقت قوة اقتصادية عظمى دخلوا اللغة الصينية في مجلس الأمن. طب ما عندنا مجلس الأمن برضو بيتكلموا باللغة العربية. ما هو بفلوسهم يا سيدي اللي جاية من البترول، بكرة يخلص، بكرة ينضب، بكرة يجف، هنعمل احنا ايه بقى ساعتها؟ على فكره يا ابله، انا رحت لابراهيم زميلي في المطبخ وعمل لي التشكيل. ابراهيم ترك ده جاهز، ده معالي ابتدائيه وبيذاكر العرف الاعداديه عقبال ما ياخد الثانويه. اقول يا ابله مشك في الحيط وقفك ليا، معلش القافيه حكمت. اتانا الربيع التلج يختار. افتح ايدك يا ولد، خد الخرزانه دي. روح اقف لي هناك وارفع ايدك لفوق لمده ربع ساعه. ده ظلم ظلم ظلم. شفت الكارثة اللي قالها دلوقتي؟ قال ايه؟ بيقول لك يا سيدي ان هو بيذاكر لعياله، اجيال ورا اجيال عماله تبوظ لنا في اللغة اللي احنا نعرفها وتربينا عليها، ده من ايام النكسة. اشمعنى؟ لانهم يا سيدي كانوا عايزين يلهوا الناس عن الهزيمة، قاموا قالوا يضحكوهم، عملوا لهم مسلسلات إذاعية وأفلام كوميدية، إشي شنبه في المصيادة، إشي الإكس في التكس، إشي الفيل في المنديل. آه، والعبارة في الدبار، والفيلة في المنافلة، وعودة أخطر رجل في العالم بتاع مستر إكس، كنت بحبه قوي. إكس لا يمكن يموت أبداً. ده الفيلم ده بيتعرض لحد دلوقتي. دخلنا بقى يا سيدي على فترة السبعينات والانفتاح والبضائع.
تخيل انه شركة اعلانات واحدة بدأت تنزل اعلاناتها في جميع الجرايد القومية العريقة بلغة عربية ركيكة بذيئة بدلا من اللغة العربية الجميلة بتاعتنا. ايه ده يا عبير؟ ده انت بتتكلمي في تاريخ، الحاجات دي حصلت قبل ما انت تتولدي، جبتيها منين؟ ده بحث يا سيدي كنت شغالة عليه في الجامعة مع هياش ميت. والله يعني حاجة تكسف، الدكتور جدال هياش سميت ده يعني ألماني وهو اللي يخلينا ناخد بالنا من اللغة العربية بتاعتنا. بص حواليك يا أسامة وانت تشوف الوضع اللي وصلت له لغتنا الجميل، تفتح الجورنال تلاقي صحفيين كبار مش عارفين يكتبوا جملة على بعضها، إشي أخطاء لغوية إشي أخطاء نحوية. تفتح التلفاز علشان تتفرج على نشرة الأخبار اللي كنا زمان بنتعلم منهم المذيعين دول، دلوقتي بقى عندهم أخطاء بالعبيط ومش لاقيين اللي يصحح لهم. خش بقى على الأفلام والمسلسلات هتلاقي لغة بديلة، لغة كلها ألفاظ بذيئة ومنحطة. ولا لو فتحت الفيسبوك بروفايل بتاعك هتلاقي الشباب بيستخدموا ألفاظ يا ساتر يا رب. بس انت زعلانه كده ليه؟ هو انت المسؤول عن الوضع ده؟ انا مش زعلانه، انا غيرانه يا سيدي، غيرانه على لغتنا الجميله اللي عماله تتردى وتضمحل. والموضوع ده على فكره بيحصل بفعل فاعل، الا ما في مدرسه واحده قامت علشان تدافع عن اللغه العربيه. قل لي كده يا اسامه، مين دلوقتي بيعرف عربي؟ عندك حق، بس بصراحه كل مناهج العربي بقت ممله وتشل. أنا صحيح كنت مدرس أجنبي بس كل اللي فاكره في العربي مقر مفر مقبل مدبر معا كجمود صخر حطه السيل من علي. يا علي! وكمان بتغلط في امرؤ القيس يا جاهل وبتقوله من غير تشكيل، افتح ايدك علشان تاخد عدد اتنين خرزانة. أي أي! ولو غلطت تاني في اللغة العربية هضربك على أم رأسك وعلقك في الفلك. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده يا جاهل؟ أسامة بتبدأ بحرف الأو باللغة الإنجليزية مش بحرف الإيه يا جاهل، ولا ده اسم جيرفريند بتاعتك؟ إيه ده؟ أنت بتتكلمي إنجليزي حلوة قوي. أنا خرجت الدويتش شولا والإيو سيه يا جاهل، جاي تقابلني وشايل لي اسم واحدة تانية في الميدالية بتاعتك؟ بس الحرف ده بتاع اسم أمي. يا سلام! آه صحيح، أنت حكيت لي في الهاتف لما كنا بنتكلم امبارح إنك محتفظ بكل حاجة ليها علاقة بالست والدتك، أوضتها، صورتها، عفشها. بقول لك إيه يا أسامة، أنا ما ينفعش أتجوز واحد وأخش في منافسة مع الست والدته. بس أنا أمي ماتت بقالها سنة. ماتت على الورق وبس يا أخويا، إنما هي لسه عايشة في ذاكرتك ومخيلتك. أنت كده هتخليني أعمل مقارنة بينك وبين مها زميلتي في الشغل اللي لما سلسلة مفاتيحي ضاعت راحت عملت لي واحدة زيها، وكانت حافظة كويس قوي عيد ميلاد أمي إمتى، راحت جابت لي هدية برواز ليها وحطت لي فيها صورتها. بقول لك ايه يا اسامه، الشغل ده انت لازم تسيبه، لان واضح ان البت مها زميلتك دي بتحبك، وحرف الايه ده تشيله بدل ما اقوم ادشدشهولك فوق دماغ ام راسك. ليه بس كده يا مس؟ عموما ما قدامكش غير الحل اللي هقولهولك دلوقتي، انك تشيل اي اثر لامك في البيت وترميه في الشارع، وكمان تسيب شغلك، يا اما احنا ما نرتبطش ببعض. ها قلت ايه؟ طب مفيش اختيارات؟ لا في، ده امتحان في اللغه العربيه وضعه استاذي هاشمت، تاخده وتجاوبه كله يا جاهل وتجيبهولي. على فكره نسبه النجاح 100%. لا انا عندي حل رابع، انا مش هقول لك غير تبا لك واذهبي الى الجحيم. غلط، افتح ايدك يا ولد خد الخرزانه ويلا روح اتذنب جنب زميلك وارفع ايدك لفوق. قوم ورايا يا ولد انت وهو. اتانا الربيع اتانا الربيع اتانا الربيع. غلط، قوموا تاني من الاول. اتانا الربيع، واللي هيغلط هنده من الفلكه. اتانا الربيع. Thank you.
هي دي كل الحكاية، واتمنى بقى ان انتوا تطلعوا جدعان وتسامحوني. محدش زعلان منك عشان يسامحك يا أسامة. يا أسامة محدش اصلا يقدر يزعل منك. ما تسمحي لي ابوس ايديك الاثنين دي وبعد كده دي، يعني عشان اوريك قد ايه انا بحترمك وبقدرك. ومها ما بتحبش حد يبوس ايديها ما بيكونش بيعرف عربي. حل الاسئله الاول وتعالى بوس براحتك بعد كده. طب ممكن ابوس الاول وبعد كده حل الاسئله؟ تتكسف انت يا مها فظيعه. يا قلبا يا سلامه، رحنا وجينا بالسلامه. الف مبروك يا استاذ اسامه، والله العظيم الشربات ده جايبه لك على حسابي. الله يخليك يا مسعد، والشربات ده بيوزعوه عندكم بقى في الدويقه؟ بالظبط كده. شفت يا اسامه، انت رسمت البسمه على وشنا كلنا، شوف وشك بيضحك ازاي؟ انا عايز اقول لكم ان انا اكتشفت النهارده ان انا ما اقدرش استغنى عنكم كلكم، وانت كمان يا موسى. وانت بالذات يا استاذ كمال. انا كنت عايز الحق حضرتك قبل ما تمشي في اجراءات النقل. ابتديتها بقى وخلصتها، وانت من بكره عند استاذ نوال في السابع. استاذ نوال في السابع؟ بس انا كنت فاكر انها في التاسع وهتولد خلاص. ضحكتني، بس برضه اللي انت بتعمله ده شغل عيال. سامحني بقى يا استاذ كمال، انا صحيح عيل وتافه، واعذرني على حموريتي دي. عارف، وعشان كده ما عبرتش طلبك. هو انا هلعب مع عيل زيك؟ ايه؟ عيل؟ انا عيل؟ شايف؟ خلاص يا استاذ كمال، تشرب حاجه؟ يا بابا اللي حصل ده بيقول ان في تغيير رهيب في شخصيته، ما انا قلت لك اسامه هينقل المكتب تاني. يا بنتي واحده واحده عليا، الكلام اللي بتقوليه ده بيشوشر الصوره اللي في دماغي. اتصرف بقى يا بابا، اسامه هيضيع مني. يا بنتي هيضيع منك ازاي؟ هو اسامه ده كان عمره وياكي عشان يضيع منك؟ انت عايزه تجننينا؟ انت هتقرفينا ليه بقى؟ ايهاب عرض عليكي يقعد معاه قعده ويخلص لك كل الموضوع. كله الا كده. انا عندي بقى ان اسامه يضيع مني ولان كرامتي تضيع مني. انا مش فاهم بس يا بنتي انت قلقانه ليه؟ انت لسه قايله لي من شويه دلوقتي ان هو جه تايب واعتذر واعترف بحمريته. يا بابا يا بابا، الثالثه تابته، انا خايفه ان انا اصحى مره واحده كده ما الاقيهوش قدامي. وانت لسه يا بنتي هتستني لما تلاقيهوش قدامك؟ انت بكره الصبح على طول خبطي على باب المدير وتقومي داخله عليه عدل. ايوه، اطلبي نقله حلايب وشلاتين، ولا اقول لك اعلى قمه فوق جبل دارفور ويودوه. بص يا اسامه، أنا كنت فاكر إن البنت دي هي اللي بتحبك، لكن اتضح إن أنت كمان بتحبها. لا يا جدي، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ صحيح مها استجدعت معايا 4000 مرة، لكن أنا ما استجدعتش معاها ولا مرة. ما هو ده واضح ودليل واضح زي الشمس. يا جدي أنا مخي متبرجل ومش ناقص مخولة. أنت ما عملتش معاها دقات مجدعة عشان خايف. خايف من مين بس يا جدي؟ خايف تستجدع عليها، فشكلك يبقى واضح جدا والكل يعرف انك بتحبها ويفضل يزق فيك ويقول لك يلا يا بطل مستني ايه؟ يلا يلا. يا جدي انا بصراحه انا مش عارف اعمل ايه مع مها دي. يا حتى البنت اللي اسمها عبير اللي انا قابلتها النهارده وقلت لها ان مها جابت هديه لماما في عيد ميلادها صرخت في وشي وقالت لي دي مها دي بتحبك. ولسه بتقاوح. اهلا يا عبير. ايه عايزه تمتحنيني؟ وكمان من غير ملحق واعرب لك الكلمه اللي تحت الخط يا شيخه. ده انا لما صدقت خلصت امتحان العربي في ثانويه عامه. اسامه انا متمسكه بك لاخر لحظه، علشان كده هقعد معاك بدون اجر ساعتين كل يوم. ها
اشربك العربي ده شرب. ده انت مصممه بقى. طب انا بقى هقول لك، اعربي لي الكلمه دي. عبير تدلت تدليتا، ودي كمان